دول الإسرائيليين. من هم الإسرائيليين؟ الإسرائيليين شخص بيدعي أنه زعيم، بيدعي أنه هو بيدافع عن حقوق العمال، ولكن هو أبعد ما يكون أنه هو زعيم أو بيدافع عن حقوق العمال، ده بالعكس ده هو بيضيع حقوق العمال. إزاي هقول لحضرتك؟ في رمضان اللي فات أنا تقريبا فطرت في بيتي مرة أو مرتين في رمضان، مرة في بيتي في القاهرة ومرة في بيتي في المنصورة في بلدنا في كفر الوزير مع إخواتي الصبيان والبنات وأهلي، أنا بحب أقعد مع أهلي حتى لو ساعة في الشهر، أروح أزورهم وأشوفهم وأطمن عليهم وأرجع. فطرت مرة هنا ومرة هنا، ال 28 مرة التانيين، ال 28 يوم التانيين فطرتهم في مرافق وزارة النقل وخاصة السكة الحديد. رحت قعدت مع فطرت في ورشة جبل الزيتون في اسكندرية. رحت فطرت في ورشة كوما براد، فطرت في كل الورش. وقعدت مع الناس وبحاول أخلق جو ترابط وتلاحم بيني وبينهم، زي ما قلت لحضرتك من الأول اللي اتعلمناه في الخطوة المسلحة. إن أنا يبقى في تلاحم بيني وبين مرقصيني عشان يسمعوا كلامي، عشان يقتنعوا بيا، عشان أنا أعرف مشاكلهم على الطبيعة وأقدر أحلها. قعدت فطرت مع مثلا كوما برادي وكلمنا وجبنا الناس وقعدت قلت لهم انتوا دلوقتي بتشتغلوا كام ساعه في الاسبوع او في اليوم؟ فاهم احنا بنيجي الصبح الساعه اللي بيجي 8 واللي بيجي 9 واللي زي وقت القطر ما بيجي، بس لازم كلهم يمشوا الساعه 2 ملتزمين قوي في المشي. انما في المجي يجي وقت ما يجي. طب انتوا بتصفوا كام ساعه عمل؟ انا بخش ورشه المنيا الاقي الناس مش موجوده الظهر، اخش ورشه كوما برادي مش موجوده. طب انتوا فين؟ يقول لك اصل بيصلي، اصل بيتغدى، اصل الله. يعني اذا انتوا عايزين تصلوا وتتغدوا في الظهر، طب امال طب ما ننظم الحته دي ونخلي لكم ساعه راحه. ايوه مدفوعه الاجر. مدفوعه الاجر. ساعه راحه من 12 لواحدة تقعدوا فعلا الجرس يضرب 12 تسيبوا العمل تروحوا تاكلوا وتصلوا وتتوضوا وتعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه بره. موجود كده بره كده. انا اتعلمت كده بره. انا رحت سافرت لندن مظبوط وانا مقدم في سلاح المهندسين بيعملوا كده. بيعملوا كده. طب انا بقى المسلم اللي متعلم صح اللي بصلي. يعني انا رايح اصلي الظهر، يعني انا مسلم، يعني انا بصلي، يعني انا عارف تعليم ديني. طب ما اعمل بقى، ما العمل عباده. مش معنى انت بس رايح تصلي ورايح تتغدى انما ما تعملش. لقيتهم بيشتغلوا كام ساعه؟ بيشتغلوا كام ساعه؟ بصوا انتوا كده بتصفوا ساعتين ثلاثه الصبح وساعه ساعتين بعد الغدا والظهر. يبقى انت بتطير بتشتغل اربع ساعات، الشاطر فيكم بيشتغل خمس ساعات. ده لا هو قانوني ولا هو لصالح العمل بتاعكم. احنا النهارده واخدين تعليمات من رئيس الجمهوريه على الهوا على الملأ ان احنا ما بقاش عندنا عربيه قديمه في شهر 12 اللي جاي 21 ده بتمشي على السكه الحديد. يعني عربيات جديده يا مجدده. العربيه اللي حياتك فيها دي عربيه قديمه ولكن مجدده متنظفه. طب عربيات جديده جايه من روسيا تدخل، اذا مش هيبقى عندي عربيه في شهر 12 كده. قعدت معاهم واقنعتهم. ودخلت معاهم العربيه اللي بتتصلح زي ما حياتك شفت وهتشوف. انا اخش معاهم في العربيه اناقش الميكانيكي، اناقش السمكري، اناقش الراجل السروجي، اناقش السباك اللي بيصلح حمام العربيه، اناقش مع كل الكلام ده اقعد اسمع واتكلم معاه. فجيت قلت لهم بقول لكم ايه؟ ما تيجي بقى نعمل ضميرنا وتيجي فعلا نطبق العمل عباده وتيجي فعلا نساعد اهلنا ونساعد نفسنا ونشتغل صح. القانون بيقول ان انتوا بتشتغلوا، ده قانون، قانون العمل، من 35 الى 42 ساعه اسبوعيا. لو خدت الحد الادنى اللي هو ال 35 على 6 يعني نقول فيها 6 ساعات عمل او 7 ساعات برضه عشان يبقى 42 عمل. طب انا هاجي بين البنين هقول لك 6 ساعات عمل وساعة راحة ضيفها على 6 يبقوا 7 في 6 ب 42 ساعة. يبقى انا شغلتك 42 ساعة طبقا للقانون ومن ضمنهم ساعة راحة. ساعة راحة مدفوعة الأجر على حسابنا. بس أنا هستفيد لو أنت انضبطت واشتغلت الست ساعات، وهستفيد لو أنت ارتحت الساعة اللي في الظهر دي، عشان لو أنت هتشتغل بعد الساعة 3 وأجل حياتك إزاي تشتغل بعد الساعة 3 تقدر تدي. طيب انا ملتزم اجيبك بالقطر يجيبك قبل 8 الصبح 7 ونص 8 الربع تكون في المحطه، تكون في الورشه، غيرت لبست بارده الشغل، كنت في الحده على العربيه بتاعتك اللي انت بتصلح فيها او على المخرطه او على المقشطه ايا كان. الصبح الساعه 8 الساعه 12 تسيب الشغل تتوضى وتصلي وتتغدى وتاكل وتشرب شاي وكل حاجه، ترجع تكمل الساعه 3. لو عملت كده وانتجت ال 15 عربيه بتوعك
المقنن بتاعك في الشهر يعني عربية كل يومين هدي لك مرتبك ودي لك حوافز الانتاج بتاعتك. طيب اللي عايز فيكم يشتغل بعد الساعة 3 ويزود دخله ويزود دخله ما انت بتروح تعمل ايه؟ بتروح يا اما لو عندك وظيفة تانية اخرى بتشتغلها او بتشتغلها عشان تزود دخلك او بتقعد في البيت ما بتشتغلش. طب لو انت بدل ما تزود دخلك برا ما تزود دخلك من هنا من ثلاثة هديله ايه؟ نعمل ايه بقى نديله ايه؟ من ثلاثة لكام؟ خمسة؟ ستة؟ ستة سبعة تمانية زي ما هو عايز وفي الاخر بس اتفقنا على توقيتين من ثلاثة في ناس هتاخد ساعتين من ثلاثة لخمسة او اخد اربع ساعات من ثلاثة لسبعة عشان اطلع قطر من كوم ابو راضي خمسة وقطر سبعة ده غير القطر اللي بيطلع الساعة ثلاثة بتاع الناس اللي عايزين يلتزموا ومش عايز يشتغل الاضافة هيطلع الساعة ثلاثة الاضافة هديله ايه؟ الاضافة هديله ايه؟ هقولك حاجة مش هتتخيلها لا انت ولا اللي بيسمعوني. قلت له انا جايب شركة جنبك عشان ازود معدلات الانتاج شركة بتشتغل بترفع كفاءة العربيات الشركة دي بتاخد 100,000 جنيه في العربية اصلاح ورفع كفاءة 100,000 جنيه 100,000 جنيه بتجيب 50,000 جنيه خامات ومهمات وبضاعة يعني و 50 مصاري و 50 للعمالة العمال بتوعها ما بتدفع تكاليف قطع غيار وتكاليف عمالة طب ال 50,000 جنيه تكاليف العمالة دول هديهم لكم كأنك بتشتغل في شركة مدنية تعالى آخر الشهر انتوا اشتغلتوا عملتوا كمان فوق ال 15 10 عربيات زيادة في 50,000 يبقى ب 500,000 يعني هدي لك حوافز إضافية 500,000 تتوزع على مين؟ على اللي اشتغل في هذه العربيات. اذا اللي عايز يزود دخله وعايز يساعدني انا مش يساعدني ككامل وزير يساعد السكه الحديد انا دلوقتي بتكلم باسم السكه الحديد يساعد نفسه كدخل ويساعد نفسه كدخل ويساعد بلده ويساعد هيئته يشتغل ويشتغل 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 اشتغل ولا وياخد فلوس اقتنعوا بالكلام اقتنعوا بالكلام وفهموا الكلام وناس كلهم ناس كده النتيجة ايه؟ زي بهاطنا واهلينا وعمامنا واخوالنا ناس طيبين من حوالين منطقة كوم برادي من الفيوم وبني سويف وناس اصلهم فلاح ناس وصعيدة ناس طيبين ولكن ظهر تاني يوم فجأة العناصر الاسرية العناصر الاسرية دول حضرتك انا مش عايز اسميهم من انهي اتجاه او من انهي مكان عشان انا يعني بلاش دلوقتي هنقول في وقت من الاوقات لان الوزير المختص بيهم من امبارح كلمني وقال لي يعني عايزين نمشي الامور حاضر طيب مين هم العناصر الاسريه وبيشتغلوا ايه تخيل يا استاذ احمد واحد واخد توصيه طبيه او يعني شرك بلغه السكه الحديد وما بيشتغلش اساسا وسند على 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 عصايه قال يعني هو مش قادر يمشي لا سند على عصايه مصطنع وبيجي الورشه يعمل ايه ما هو بقى واخد شرك ما بيشتغلش وعمله اللي هو فيه والموضع والمكان اللي هو فيه بيدوله تفرغ بس ده مش هيحصل تاني خلاص انتهت الكلام ده انتهت الفوضى بيدوله تفرغ انتهت الفوضى دي بيدوله تفرغ تفرغ ليه عشان المكان اللي هو فيه او اللي بيشتغل باسمه بيدوله تفرغ عشان يعني دفع عن حقوق العمال وماشي كل اللي بيعمله في السكه في الورشه ان بيجيب سبت عارف السبت اللي عندنا في الصعيد في الفلاحين والصعيد ده طبعا سبت كده بيجيب فيه حلاوه ويمشي يبيع في الورشه اللي هو المفروض واخد تفرغ عشان يدافع عن حقوق العمال بيبيع حلاوه في الورشه ويمشي يقول لهم الوزير ضحك عليكم الوزير شغالكم للساعه 3 يا خايبين انتوا كنتوا بتمشوا الساعه 2 انتوا ما تمشوش تاني يوم الصبح لقيت ورش كوم ابو راضي ورش ابو زعبل ما بتشتغلش ورش العباسيه لا يا ريت ما بتشتغلش بس حمله وقفه احتجاجيه عاملين رفع احتجاجيه ليه ضد حضرتك طبعا عايزين الوزير يرحل ليه الوزير يرحل ورئيس السكه الحديد يرحل ليه عشان شغلهم طبقا للقانون للساعه 3 وهتديهم مين اللي لعب في دماغهم هو ابو العناصر الاسريه والعنصر الثاني اللي هو الثالث بقى المختفي اللي لسه اكلمك عليه عاملين وقفه ويرحل والوزير طبعا طبعا كلمني الناس المحترمين ضباط الامن الوطني اللي بيساعدونا وبيتابعوا معانا قالوا يا فندم هتعمل ايه؟ قلت لهم انا انتهى عصر الطبطبه مع الناس دي طب حضرتك روح اقعد معاهم قلت لهم كنت ساعد معاهم فتره معاهم امبارح قالوا عارفين قلت لهم يا فندم انا هطبق القانون ايه العمل؟ الناس دي
بلاغ للنائب العام، بلغت بلاغ رسمي للنائب العام. ايوه يا سياده النائب العام ساعدني وطبق القانون. نعم كم واحد؟ وما كان في حوالي العناصر الاسرائيليه كان حوالي 27 في الثلاث ورش دول. احنا بس اخذنا 13. اخذنا 13 اللي هم الزعماء. الزعماء اللي هم بقى كانوا مصرين الناس ما تشتغلش والورشه تتقفل. تحريض يعني. تحريض. بيحرضوا. طبعا. حرضوا الناس ما تشتغلش. راحوا للنائب العام المحترم والنيابه العامه. ثم. خدوا اربع محبوسين. ايام حبس. ثم جدد حبسهم ل 15 يوم. ثم بقى خدوا اجراءات التقاضي وراحوا لل المحكمه. المحكمه والمحكمه طلعتهم بكفاله لحد ما القضيه تاخد اجراءاتها. طب انا هسيبهم دول كده والمحكمه فرجت عنهم؟ مش هترجعهم شغل. طبعا ما رجعتهمش. قولا واحدا ما رجعتهمش. ولا هيرجعوا. ولا هيرجعوا. المحكمه قالت ترجعهم هرجعهم. المحكمه قالت ياخدوا في نفس مكانهم ولا تديهم عمل لا طبعا اخر؟ مكان تاني بقى. مكان تاني. ولن يعملوا في العمل اللي هم كانوا بيعملوه ده، خلاص بقى انتهت. طبقا للبرضه اللائحه بتاع سكه الحديد. اتحقق معاهم. خدوا ايقاف ثلاث شهور. بياخدوا نص مرتبهم الاساسي فقط وقاعد في بيته.